معك أحمد الشامي. أهلا يا أحمد. كيف حالك؟ حياك. أنت سني أم شيعي؟ أحمد الشامي الاسم مبين يا سيدي. يعني أنت شيعي؟ نعم. لأنه في فرق بين الشيعة والسنة. الشيعة هم الذين يحبون الحسن والحسين وآل البيت، السنة الذين يحبون الصحابة ويحبون الرسول. تفضل. الحديث الذي ذكرته كتاب يعني تركت فيكم ما إن نعم حديث صحيح؟ حديث ضعيف وربما مكذوب ولا ليس له أي أساس، لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند الألباني ولا غيره. هذا حديث مختلق ويناقض القرآن ويناقض السنة ويناقض صحيح القرآن وصحيح السنة. شلق لك. فنقول أنه من أحب آل البيت دخل الجنة.